للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل الدكتور أحمد شديد أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، في ظل ما ترتكبه إسرائيل من مجازر واعتداءات مستمرة على قطاع غزة، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وقادة في حركة حماس. إلى أي مدى بتعتبر هذه القرارات ملزمة وقابلة للتنفيذ؟ تحياتي لكم. فيما يتعلق بإمكانية تطبيقها، أعتقد بأن هناك كثيرا من القرارات التي صدرت سابقا، إن كان ذلك ضد الرئيس بوتين أو غيره، ولكن هناك ما هو أهم بكثير من مسألة اعتقالهم أو تنفيذ قرارات الاعتقال، إن كان ذلك ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع يوافق، لأن هناك العديد من الآثار على المديات المتوسطة والبعيدة، إضافة إلى القضايا المرحلية. إذا أن مسألة إصدار قرار باعتقال بنيامين نتنياهو بصفته رئيسا لوزراء الاحتلال ووزير الدفاع الإسرائيلي أهم بكثير على المستويات مستقبلا على تفصيلة أو جزئية الاعتقال بحد ذاتها. إذا هناك العديد من التخوفات في المجتمع الإسرائيلي وفي المستويات السياسية في إسرائيل متعلقة بمستقبل إسرائيل بذمتها، إضافة إلى مكانتها إن كان ذلك على الصعيد الإعلامي وفشلها بتمرير روايته، أو كذلك فيما يتعلق بالغطاء الأمريكي الذي لطالما كان حاضرا إلى جانب إسرائيل، ولكنه هذه المرة فشل فشلا ذريعا، ونتج عن هذا الفشل قرارات أو توجه باتجاه إصدار قرارات تتعلق باعتقال كل من بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه. نعم، الدكتور أحمد شديد أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.